أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم ربنا ما بنا من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم ارزقنا شكر نعمائك يا ربنا، وزدنا من نعمائك، ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا، وآسرنا ولا تؤسر علينا. اللهم ارز عنا وأرزنا، اللهم أعتنا ولا تحرمنا، اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم ارفعنا ولا تضعنا، اللهم انصرنا ولا تخذلنا، اللهم اهدنا ولا تضلنا، برحمتك آمين. ربي أعن ويسر وبارك فيه ولا تعسر، آمين آمين. أما بعد، بيارمتي خوي تبارك وتعالى جينا درسي سيو بنجم لتدريسي كتابي الفقه المنهجي، جينا بابي الأذان والإقامة. إرباك أذان بهرحال برلنويج بحسي أذان وإقامة مطرح أيه. أفرمي الأذان، أذان أفرمي. أما الأذان شرعا، أما الأذان أذان يعني شيء، إقامة يعني شيء. أذان للغة وكو علماء أفرمون الأذان لغة الإعلام. أذان للغة ذات شيء إعلام. وقت يجي أذان يعني أعداري دانو إعلام كردني موضوعك. قال تعالى مثلا خوي تبارك تعالى نموني كاربوردي ريشي أذان للغتها خوي قارم مثلا لسورة مباركة حج آياتي بستو حفتم فرمي وأذن في الناس بالحج. خطاب بحضرة إبراهيم فرمي وأذن في الناس بالحج. أذن يعني شيء يعني أعلمهم أقدر ينكروا كحج هي وبانج ينكبو حج. يا مثلا بنابني للغتها يعني شيء إعلام كردن. أما للشرعة شيء أم تعريف سك لرا صاحبي يا صاحواني كتبي فقه المنهجي كردو يعني أفرمي الأذان. أما الأذان يعني للشرعة فذكر مخصوص، ذكر كتابته شرعه الإسلام للإعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة. دين إسلام خوي تعالى لسر أم دين بمان جيني، ولسر أم دين بمان مريني، ولسر أم دين مباركة حشر من كاتو يا ربي آمين. لدين مبارك إسلام، إسلام شرعي كردوه بو إعلام أقاهدان بشي بدخول وقت نواجي فرز، ودخول نواجي فرز يعني بو دان يكروكو نواجك كفرز وقتي هس إذا شتيك دان رياك كمسلمان بانقك وقت يعني الزواني خمانا يجين بانق دريا هر بانق تر إعلام يعني بانق أذان بانق يعني كابو كنواج هاتو نواجك تامكن. ولدعوة المسلمين إلى الاجتماع إليها وبو بانج دعوة كردنو أرحال شرينو بانج كردني مسلمانان بو اجتماع إليها بو جمع بنو نجاكيان وجماعات بنن. حكم الأذاني، حكم أذان تيه يعني آية بانج لشرع إسلاما حكم واجبي هزيا مستحبي هز وضعيتي چونة. أفرمي الأذان سنة للصلاة الحاضرة والفائتة. أذان سنة هم بو نويجي حال حاضر، هم بو نويجي كوافو تياغا وقذاب وسو مثلا علان تو غيرك تنويجي قذاب كيتو سنة حتى تاكو تنياج بخوشي تنيا سنة أذان وقامت بيجي. يعني متأسفانا علان بين إيماء مفر نادرة كما والله لا أهل تشيوع أمهس يعني تانشات هر كامل كان أو سيقرك ينويجكا خوي تنيا بانقو قامت يجي لما أهل سنة أما لا مانا متأسفانا كم رنقة. بس هر كسي بو خوشي چيه سنة او كاربكا الأذان سنة للصلاة الحاضرة والفائتة سنة مؤكدة على الكفاية في حق الجماعة. سنتي كي مؤكدة سنتي كفائية لحق جماعتك. سنتي كفائية يعني شي يعني قد جماعتي بجي يك نفري بجي هاورد وكو قوسك اشتيان بجي هاورد بي. مثلا الآن سلام داين جواوي سلام للاين سلام داين للاين كومالكا يا جواوي سلام للاين كومالكا مثلا سلام داين للاياني كومالكا سنتي كي يقنا فريان سلام با مثلا جمع غردون لبو كسيداني شتويا جمع كده يقنا فريان سلاو كا سنتي كفائي بجيها ورقا اوام جواو داين واجبه لو برانبرا جمع يقنا فري جواي دا واجبه كفائي كي بجيها ورقا بس سنتي كفائي يعني چي يعني بو قشتي سنتي يقنا فر بجيها ورد كفائي تكا في حق الجماعة. أما بالنسبة للمنفردي
فهو سنة عينية. أما بالنسبة إنساني تاك كخوي بوخوي نجاكا سنتك عينية يعني هركس بوخوي بجيبيري سنتي بجيها ورقا. وللأذان أهمية كبرى في إظهار شعيرة من شعائر الإسلام. أذان خوي تعالى يا ربي باقي قراري با حتى أود روجيك دنيا باقية لهر مملكتك أذان بو إسلام هس لهر مملكتك مناري بانگ بو بانگ دریاو دنگی بانگ بو دین اسلام پا برجاس لیکن لظاهر ترین و بارسترین شعائر دین اسلام دنگی بانگ لبرم بو پیغمبر اسلام علیه الصلاة والسلام وقت حوالی پیگیو یا حتی صحابه برزی رضای خواه نبی حوالی هم پیگیو که مثلا قوم ایک شعر مرتد بون پیغمبر خواه علیه الصلاة والسلام فرمویتی به صحابه کانی بچن بر لبانگی سوح بزن دنگی بانگی انتی بزن بانگ دن یا نه اگه دنگی بانگی انده اما دیاره هنوز مسلمان اگه بانگی انده داو ترکی بانگو دینی ان کرده دیاره او مسلمان نماون. پس اجه اظهار در برینی شعیره که لشعیری گوری اسلام جا لباری حکمی اذان امام ابن عبدالبر اندلسی لکتیبی مواهب الجلیل کتیبی که فقه مالکی لی نقل کریاگه لجلدی یک لاپری هشتاو حفتاو هشتا افرمه لم يختلف أن الأذان واجب في الجملة على أهل المصر لأنه شعار الإسلام. ابن عبد البر أفرمي علماء إسلام اختلاف نظريا ني لسر أميكا أذان واجب في الجملة على الجملة يعني جملة أذان واجب لشاركة ليك شارع فرمي إمام ابن عبد البر في الجملة على الجملة في الجملة لشاركة لسر أهل شارك أذان واجب يعني أقول لشارك بانك ندريا قناح بوشي لأنه شعار الإسلام وبو توزيحيش كذكر قلتم لم شارك بانك ندريا بزانته ونشانه بديني بإيمانية. ونسأل الله العافية وحسن الختام وصلمانك بحثي كروتي الذي هاتي سنة ينادم الذي هاتاني مناطقي أترافي شاراني أترافي خماوتي شوين الذي هاتيك سي مانك بانكي تيا ندريا بو وتي من ويج مان كردو هل برأوه بانگ که به اینچون بانگ من داونی جیش من کرد سه مانگ دیهاتی که اهلی سنتیش بود سه مانگ بانگی تیانه دریا بود و یه واجبه اما فرمی بم کلی لسر شعر واجبه لبر واسه اگر شعرگ او بزنن به اجماع زنانی اسلام اگر شعرگ بانگیان ترک کرد و نهنده بو حاکم اسلامی از قتالی انتکاکاتا او شعیره اسلام جی بیرن و دوائی لشوینه که ترا علماء فرمون ثم اختلف أهل العلم في حكمه هل هو واجب أو سنة مؤكدة. أهل علم اختلاف نظر يعني أي أما واجب يا سنتك مؤكدة لبين زنان اختلاف مثلا لإمام مالك نقل كرياغة فرميتي هر مزقوتك جماعتي تيا أكري لو مزقوتة أشي حتما بانك بدري يعني بك واجبون يعني كردوها صحيح مسألة لسر شارك فرزي كفاية بدريت لسر شارك فرزي وكو إجماعي لسر نقل كرد فلام أوت مسألة إمام شافعي واضحة بوم منطقه یک مثلا تی ما یسلم مزگوتا بانگ بدری سنته اگه ندریا شرطی نویج نیه نویجا که باطل نیه اگه ندریا واجبه که مثلا بمعنی وقت ترک نکریه ولی خو شعیره که گوره لشعائر دین اسلام ترک ریاد دلیل تشریعه دلیل تشریعه که اما سه دلیل تشریع الاذان القرآن والسنة همچنین الاجماع قرآن و سنة و اجماع اجماع علماء لسرتر یعنی کتاب سنة اجماع. وابن عبد البر اندلسي للتمهيد جلدي سينزلا بريد 276 افرمي والاجماع على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤذن له في حياته كلها لكل صلاه في سفر وحضر وانه ندب المسلمين لذلك وسنه لهم. اجماع علماء لسلف پیغمبر خوا عليه الصلاه والسلام لتواي حياتي دواي البتكي دواي كاتك اذان تشريح كريا ده تواوي حياتي بانجي بود رياقة لهمون ويجيك يا لح سفر ولح حزرة وبو مسلمانان يجدين ياقك بانج بده وجاء ما باب مين بحثي أجركي تر أزان كتا أجرهايك يقورا قوري هز أزان. خب حتى لبيني زاناني إسلاما حتى لنفق إمامي شافعي ده اختلاف نظر هز آيا مؤزن أجري فرزيا إمام مثلا لمغني محتاجة أقا حضوري زين مهم منك كذبة فرمي مؤزن أجري فترة إمام يعني تحتها أو حده أو مهمة أذان. دليل تشريع الأذان القرآن والسنة والإجماع. فأما القرآن قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع
سورين باركي جمعة أو الصلاة تلوي منزور صلاة تايبتي جمعة كاتيك نودية ندادريا بو بونويش لروجي جمعة دا فسعوا إلى ذكر الله برا يعني تلاشوا كوشوش كان بچن برو ذكر إخوة تعالى منزور نويجة وذروا البيع بيع معاملة ويلكن وبرتبقيم آية بيع لكاتيك بانجي جمعة درا أو بانجي كي بانگی قبول دوری پیغمبری خواهد را و علیه السلام. بانگی جمع درا، یعنی بانگی که خطیبه شی تسری من بر. بانگی جمع درا معامله حرامه. تا کی تا امام جمع کتوابیت و نج توابیت. و اما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم ما الدليل لسرچی بانگ الاسلام هست. اما عیت. و اما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم وليأمكم اكبركم. پیغمبر خوا علیه السلام دو نفر نرد دو نفر بو سفر اچون فرموی کاتی که بانگ نویش هات برو یؤذن لکم احدکم یک یکتان بانگ بده تا هر کام یکتان دنگی خوشتر و برحالین ولی امکم اکبرکم یکی کیشتان که گورتر تانه چی امامتان که اتا ما تیتو سر مبحثی کیل امامتان مقدمه دیارا او دو نفر مثلا للحاز ایمان و علم و قرآن و سنتوانه يا مهاجرة تايق ميزان بون هاتتو نهاية سري سن كيكي لمرجحاتي بيشكوتني إمامته دواي نبوني أوشتانه جاء فرموشي يكيكتان بانك بدا أو كيتر وچون دو نفر بون چون دو نفر بون هيچ كامي نكرد أمير واجب سي نفر كأچن بو سفريك أما بزانم مسلمان واجب سي نفر أچن بو سفريك يك نفر أميري أو سفر بيتاتينو سي نفر وبروبان إذا منظور لو أميري تشيه منظور مسائل السفر كي لازم لكي دانيشين لكي بروين أو بوشي بو مسلمانان تيغني أو عنده ديني إسلام اهتمامي بخشي وبتشي بوزعتي اجتماعي مسلمانان سي نفر أو بزان خب أميجا دليل كفرمي فليؤذن أمري فرمو أذان بداو نويجا كبكن بدء تشريعه ابتدائي تشريعي بانغ كيبوا كان تشريع الأذان في السنة الأولى للهجرة روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لصالي أول هجري دابوا إمام بخاري مسلم لابن عمر نقل كان كفرميتي رضي إخوان لبي كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة مسلمان كات هاتنا مدينة قدموا هات المدينة يجتمعون جمعوا أبون برلو وقت نوجبت أهات المصنع ينزاني نزيكيني وروس جمع أبون يتحينون الصلاة يعني شيء لأخوارها أرديوتي فيتحينون من الحين وهو الوقت والزمن أي يقدرون حينها يعني وقت كان شيء تقدير أكلت وقت كان تقدير أكل ليأتوا إليها مثلا يعني أرودي سنزي كيني وروس أهات الجمع أبون تاتر مطمئن بالكيني وروس بلام ليس ينادى لها بانجي كيبون أدريا نداية كيبون أدريا فتكلموا يوما في ذلك رجل الرجان هاتن بحث عن كل سرمه اري كاكي اوابي باشتي دابنين علامته دابنين بموضوعه اوك ووتري اما خو ربتي بموضوعني خو ما تشريع وليه الكلي لتاريخ بشريته الحاجه ام الاختراع حاجه دايك اختراع يعني انسان تا حاجه يشتي كي نبي فكري اختراع يبوناك اذا ما نشتان يازي كي انبو تشريعي بويا نهات فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى كمال مشورتي عندها وتي ناقوس بوكو ناقوس النصارى خوبينين لكريسا كان ناقوس ليدري ناقوس النصارى بقرين وقال بعضهم بل بوقا مثل قرن اليهودي بوقك شيبوري بوكو قرن او شاخو شيبوريك يهود بكاري القرن هو البوق قرن قرن هو البوق الذي له عنق يشبه القرن بوقه که دمی کی بناسکی هست و اینه کی پانتر و کو شاخه کلا شاخ شیپور و قال بعضهم بل بوقا مثل قرن اليهودي فقال عمر رضي الله عنه عمر فرموی رضي خواه لبه اولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة او بو یکی نانیرن او یکی نانیرن تبعثون یکی هل ناخن انا کن هل ناسین بروا بانگ بدا مردم بچره بونوش بانجيان كابو نويش فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة يغمر يكرم عليه الصلاة والسلام فرمي اي بلال هل صوو بانج بدا بنويش جا دقت كم راكب اها كسيك
بل لو أصول فقه بخويني بل لو فقه بخويني بروا حديث بخويني فقه دين في هناك إسم حديثة أم حديثة هت أواتوا لحالة كاسن مشخصني دباش أم نادي في الصلاة الفاز كاني شون بوتريا شون بو يقدح في غمري خوا فرمي عليه السلام قم تفصيلة كي شون بو يكرت فرمي برو بانك ده شون شي بيجي أما شند روايته كيسلم روايته مختصر ذكر كرياجه روايتي أصلية كي شون لأبو داود بسندي صحيح وارد أفرمي لعبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري أفرمي لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس ليضرب به الناس لجمع الصلوات أفرمي مختمش ولا تكدريا في غمر إخوة عليه السلام فرمي دي باشا مثلا ناقوس طاف بي وأنا نائم أفرمي من خفتبهم خوم بني لخوا بيا وكاد بولام رجل يحمل ناقوسا في يده وادي على قرار هاتوة سري ناقوس أفرمي من لخوا بوم كابريك للاي من الردبو ناقوس اللي دس يابو منش فقلت يا عبد الله أتبع الناقوس أم ناقوس أفروشي فقال وما تصنع به شي بيك بو شيتا فقلت ندعو به إلى الصلاة وتم والله بلي أدين مردم بانجا كيم بونيش فقال أولا أدلك على ما هو خير من ذلك بيد نشان بمشتك باشتر بي لأمه فقلت بلى فقال تقول الله أكبر الله أكبر إلى آخر الأذان أفرمي فيري أميكن فرمي الله أكبر الله أكبر تا آخر أذان بيوتم ثم استأخر عني غير بعيد كما يدورو كود ثم قال وتقول إذا قمت إلى الصلاة كاتك جركت إقامة بكي أما بيجا الله أكبر الله أكبر إلى آخر الإقامة ملائكة بوا هاتوا تخوي أو صحابة برزة فلما أصبحت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت كاتك الرجل كردو هاتم خزمتي بغمار إخوة عليه الصلاة والسلام خبر بيدا فقال إنها رؤيا حق إن شاء الله تعالى أمر رؤياك حق إن شاء الله تعالى قم يا بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك فرمي بلال توهل سرو أي عبد الله اشتو هرشي بيستوى بيجب بلال القاي بيبك أو بيجيتي أو لتو دنجي باشترو دنجي برساتر أفرمي بلال هل صاو بانجا كيدا للرواية كترا أفرمي بلا فاصحر إلا إدامها أفرمي فخرج عمر يشهد وقت الدنجي بانجا كيشنفت هاد فرمي يا رسول الله والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل ما رأى والله لخوا وكو أمن بيني كبمش يانوتو يعني بمنش يانوتو بس هل دوتو يعني هم عمر والله إخوالي بهم أم نتيجة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد بس خوي تعالى لرا بمتريقة في صحابه في تشريع كيدانيا وصيغته وصيغة الأذان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكاد تشند كلمة أما بحنظة كلمة زوانية لمسهب إمامي الشافعي دا أذان نوزده كلمة إلا مسهب إمامي الشافعي شون نوزده كلمة صيغة أذان دو جورة مؤذنان دو جور أذان نقل كرياجي يكي كان أذاني بلالة دو أذاني أبي محذورة تال ذال أبي محذورة ترجيعي بكار بردوا يعني لأذانكيا ترجيعي كردوا بلان بلال ترجيعي نكردوا ترجيع چيه شوار شهادتينك ابتدا هواشي بوخوي إجي أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أوا أما في إجن ترجع لما سهب إمامي شافعي ترجع سنته باتفاق زانيان إسلام وكو ابن تيمية نقليك بإجماع علماء هم أذانك ترجع بصحيحة هم سنته هم أذانك ترجعك يعني به أذاني بلال شيء ترجعي مثلا أحناف إسا أذاني بلال دا وليخو منتقي إما قديم أو مردميك تبقي مسهب إمامي شافعي في ريان كردوه يسمى مثلا فياوي كذلة منطقي خمانا بانقا داهميش صحانا يا هركاته شاهد بزان كيا ابتدا بوخي هواش إجيتي اگر قويتان فيه وبو بي بوخي هواش إجيتي ونتيجة دوائينا تبقي سنتها بس نوز دا كلمة بمعنى يوه أو شوارة آراموتي ونضيف في أذان الفجر الصلاة خير من النوم لأذاني فجر الصلاة خير من النوم إذا فأكين كبيوتري التثويب بعد قوله على الفلاح الثانية دواي قولي على الفلاح الثانية
كاميشة سنة باتفاق علماء لأذان صحابة وتر الصلاة خير من النوم. وقد ثبتت هذه الصيغة بالأحاديث الصحيحة عند البخاري ومسلم وغيرهما. أم صيغة بأحاديثك الصحيح للاي بخاري ومسلم وغيرهما نسابتا. شروط صحة الأذان، شروط صحة بانكشية. يشترط لصحة الأذان الأمور التالية. أم أمورانيك الأخواراتي بو صحة أذان دان رياق معنواني شرط. الأول والإسلام، بس أذاني غير مسلمان جائزني وصححني، فلا يصح الأذان من كافر لعدم أهليته للعبادة. شون أذان عبادته وام عبادته لأم كافر قبول نابيت وهدف فقد أوني مردم أعقادار كي بو دقتك. أجر هدف أعقادار كردني مردم بوايا لوقتي نوش سيغي أذانك ملاك نوايا أكريا مصالا زنجيك دابني بجيكي أكريا كافر بيجي هو مردم وقتي نوش أكتانا هرچندیک مثلا حلوی ولی لرام اذانکه خوی بو خوی چیه خوی بو خوی مقصود لنفسی هیچه خوی بو خوی عبادتی کی تایبتی چه خوی بو خوی اجوری کی تایبتی بو دنیا گه ثوابی کی تایبتی بو دنیا دان ریاگه حلوی یعنی خوی بو خوی بل وسیله یا مثلا دان ریاگه بو نو یجولی خوی چی بو خوی عبادتی کی مقصود لنفسی هاس حلوی بو خوی چی عبادت و اجر های کی تایبتی بو دان ریاگه لبر وسه ناکری لکافر و ناکری لغیر انسانی چه مثلا للنوار وأوانك إذا توزيح عدم إن شاء الله. الإسلام الثاني التمييز. تمييز يعني شيء منالك جيب السني تمييز كمعمولا حفصال سني تمييز خويس ممكن منالك بقعد حفصال تمييز شيء نبي بس دروزني وليت معمولا حفصالة منالك خاص أخرى وتشخيص تمييز معمولا بتشي جن يعني خوي بتواني تشت با خوي بتواني خوي باكوت باكاته خوي بباريز إلى بي سي ك بحال دفع يخبسه. فلا يصح من صبي غير مميز لعدم أهليته للعبادة أيضا. بس بلوغ شرط نية تمييز شرطه صحيح نية بو منالك غير مميز بخاطر عدم أهليتي بو عبادة أهليتي عبادتي نية شون بو چي شون نازعني تمييزي چي ونجاسة چي وخوي چون پاك بگري وخوي چون پاك نگري مكانيس خوي پيس کرده بيتو نتيجة هيچ نيكي نوي. وعدم ضبطه للوقت همچنين لعدم ضبطه للوقت ضبطي وقتي تيني نازاني ورو كي عصر كي مغرب كي عشاء كي. لما بتا اتفاقي أهل علمي لسرك أذان لإنساني بالغ أفضل ترى تا إنساني كمن ألبي إجماع زناني لسرة إنسان أذان لإنساني بالغ باش ترى تا إنساني كغير بالغ بأمامه. ومتني إجماع لسرك أجر منالك مميز نبو أذانك يدرزني بإجماع زنايان أجا منالك مميز نبو أو أذان أذان حسيب نبي. أما أجر مميز بو لحالته كاكوا مميز يعني شيء منال حفصال هشصال نوصال بالغ نبي منالك مميز به لحالته كاك لو منطقة ومحل بانك كسانك بالغ بانك بدن مثلا لما لا يما بنشش مزقوتر مثلا مزقوتي سرا فرزن إنسانك بالغ بانك دا إذا لما مزقوتي مج منالك مميز بانك با اتفاقي لسرا أم بانك دروسة يعني أقل كناريا بانكانك تريج بدري بانكانك إن ولي أقل حالته به هيش كسي بالغ بانك ندا منالك مميز بانك با لرا اختلافي لسرا لبيني زنايان ك لمسب إمام مالكة لمشهور مسب إمام مالك يجي صحيحني بانجكي يعني أجر لما تقيك أبي مثلا فرسك الذي هاتك هيج يجمز قوته منالك مميز بيد بانجبا لمسب إمام مالك لمشهور مسب يجي صحيحني لقولك إمام أحمد بن حنبل الزاهري مسب كانوا اختياري إمام ابن تيمية رحمة الله عليه لقشت يعني بيت كوتين أجر مميز بو ما دام كسكتني للدربريا ابن تيمية والزاهري ما سبكان وقولك أحمد بن حنبل وقولك لإمام مالك مشهور لي. أما قولك قولي أصح وقولي راجح صحيحة أم بانجا كما مسب إمام أبو حنيفة قولك إمام مالك مسب إمام الشافعية قولك إمام أحمد بن حنبل وابن المنذر أمين تخاب كرده بعض العلماء أصلا يجن إجماع أئمة أربعة إلى سرة بلان خو تمان اختلاف يا أئمة أربعة بري قولي تريانس شافعية حنابلة حنفية قشت يعني جن دروسة ولي فريك يعني جن كراهيتي هس فريك يعني لا احنا فوانا فريك يجن كراهيتي هس ولي دروسته مشكلة كمية
بس صحيحة على رش شرط يبدأ نيجي لما سمي ما مش عارف تميز يعني شيء أذاني مميز صحيحة أما لا أما الثالث الذكورة أذاني شيء بياوبيت أذاني جن دروزنية بوشي شون جن وقت بانجا شيء دنك كشي دنك حلبيني تو دنك كشي وأو فتنة واتيا دنجي جن فتنة زبو بياو دنجي كشا بانجيش تو دنجا كيشي تبينا دروزني لجن فلا يصح أذان المرأة للرجال بو بيا وكان أذاني جن دروزني كما لا تصح إمامتها لهم هل هاك إمامتي بو أوان دروزني الرابع ترتيب وترتيب كلمات الأذان للاتباع في ذلك ترتيب كلمات أذاني جشير عادك أجين الله الأخوار بحثي كل بحثي جماعة النساء أجين الله بويت توزح الندى وترتيب كلمات الأذان للاتباع في ذلك يكي تلا شرتكاني بانكتية ترتيب كلمات الأذان بوشي تا اتباعي تشريعي إسلام كيتو اتباعي سنة كيتو بغمري خواكي عليه الصلاة والسلام أجينا ترتيبك تيك بدي لا ولا بيجي حيا على الصلاة لا أخرى بيجي نازانم أشهد أن لا إله إلا الله أما وكو بنابر خوا كايا كردنا ببانكا وقاتي كردني بانكا سو دروزنية لأن ترك الترتيب يوهم اللعبة ويخل بالإعلام چونك تركي ترتيب وهمي چي دروسة كابو إنسان لعب كايا كردن بما نتيجة ويخل بالإعلام إعلام كيش تيك دا أماما آيا دروسة لبيني كلاما كابرا قسيتر بانكا باطلو ويخيت باطلو ناوي يعني مثلا كابرا فرزان يكتحفة بانكا دا مثلا والا سر مناريك مثلا بانكا دا يقدح فبيني من الله أكبت أخوان لسري بانيك إذا أشهد أن لا إله إلا الله يقدح فاجي هو بياك من الله أكبت كوت أخوان يقول أشهد أن لا إله إلا مشكلة يقني بانيك باطلون أيش والولاء بين كلماته داني تشكى مثلا ولاء يعني منقطعنا يوانا يبنج دي خلمه بربيجي الله أكبر ساعاتي كتب يا بتديقي تربيجي لا إله إلا الله ولا يعني بشتي سريك بيت كلماتك يعني بحيث لا يقوم فاصل كبير بين الكلمة والأخرى فاصل يكي قورا بين كلمتها كلمة يكي تلبى سورة إن واردنا وبعرفا اشتكي وفاصل يكي وانا مقا كابرات عند النفسي بيتو سريخوي هو السادس رفع الصوت إذا كان يؤذن لجماعة يكي تلا شرتكاني باق هل هنان وبرزو كرتنا ويدنج ما دامك بو جماعتي بانق دا ما دامك بو جماعتي خويسا الحمد لله اسبابي جديد دروز بو ميكروفوني كابرا اغا هلا لاي خويتش اعرامي كيش بانقوا دنجي اروا او بريشا بس او او كارائكا اما اذا كان يؤذن لمنفرد فيسن رفع الصوت اما اقرب منفرد بانقا دا او كات السنة رفع صوت في غير مسجد وقعت فيه جماعة فرمي اذا كان يؤذن لمنفرد فيسن رفع الصوت في غير مسجد وقعت فيه جماعة أما إذا أذن لمنفرد في مسجد وقعت فيه جماعة فيسن خفض الصوت لئلا يتوهم السامعون دخول الصلاة الأخرى أفرمي أجر لمزقوتك لغير مزقوتك كجماعتك تيابر بابو بيت يعني فرزن أم مزقوتة جماعتي تيابر بابو إذا كابراتو بوخويتك بوخويتي بانغدا ليرا سنة دنجي برسكاتو بوخوي وكو تشون مثلا لدروا لبيابانا بوخوي بانغا دا سنة دنك برسكاتو بوخوي اما اقل لمزقوتيكا كجماعتي تياكراوا بيت دنك برزوكا مردمي دروا احساسكا چيه جماعة وقتي بانغي تر انوجي ترهاتو نتيجة لرا چيه لرا يسن خفض صوتي بوخوي الله اكبر الله اكبر الارامي بوخوي بيجي واضحة إذا تتماشى إيسا مكا مثلا كابرا درقا مزقوتكان إيسا بشيشي هسو درقا هسو لنا مزقوتها بقي الرنجنات يتدر بحثي قديم توين كابرا مثلا درو بيكاريكي وين ابو يا هر إيسيج درقاو پنجرة باز بي لمزقوتها برو بانجا كي برز بيجي دنگو بروا يا اقا بميكروفن بيجي تو دنگو بروا مشكلة إيجادة بس اگر لغيري مزقوتها كجماعاتي كي تيابر فابو يا لدروا سنة او يجبو خوي دنگ برزوكا بو چي بدليل ام حديثين لخوارات و أما لمزقوتك جماعة تيابر فابوز يسن خفض الصوت لألا يتوهم السامعون دخول الصلاة الأخرى بسركان قمام وهم ينبدرزن وكنوجي كتراتو روى البخاري دليل ما أنشي روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة
فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. تبزان فضيلتي بانك دين شنكة. أفرمي في غمري خوا عليه الصلاة والسلام بأبي سعيد خدري فرمي من أبي نمتو حزكي با حيوان ببادية لبيابان وأنا أبي حزكي بشواني ولا حيوان أبي قيناك. بل أن فإذا كنت في غنمك للاي حيوانك تابوي أو باديتك لديهات بيابانك تابوي فأذنت للصلاة بانق دابونوي الشبكة يعني بانق داين بونوي سنة بس برا كان تانيا يجبوي بانق بيجا وقامت يجبجا تانيا يجبوي لكجي شابوي لما لا بوي لما لا نوجكي مثلا بانق درياغا إستو لما لا بخد دواي إنك بانق درياغا وهيج كاتي سدي وقتي بانق كزجا اختلافي كزل بيني زانانا آيا بانق بو نويج أدري يا بو وقت أدري أم اختلافه لبين زنان إسلاما استدلال بو كان مثلا پیغمبر أكرم عليه الصلاة والسلام لحالك قرميني وروب ونويجيني وروي خستة دواوة فرميتي دير بانغا كبدا وسا فريق لزنان فرمون بانغا كبو نويجا كس بو وقت كنية بعض جنة فرمنا بو وقت كس أو اختلافه لسره فرموي چيبك فرفع صوتك بالنداء النداء دقتك نها كارمان هزبم النداء أول فارفع صوتك بالنداء نداء يعني شرين والله من راء الفلاميات وتسأل منزول نداء كتابتك نداء إلى الصلاة كهمان بانجه فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة نابيس مدى أندازي تولي صوت مؤذن تجني تإنس إلا لروجي قيامته شايتي بودا ده شف فضيلتك لما قولت لبرا مساء في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام لباري أزانا زور زور تأكيدي كردوا زور زور بحثي فضيلتي كردوا حديثا مشهورة كأفرمي صحابة كانت نتياني يا رسول الله إماج حزك إن بانك بين إماج أو أجر ما نقرك فرمي هالشي مؤذن وتي تكراري كانو أجري أو تان بيقى هالشي مؤذن يجي تكراري كانو إيواجوكو أجري أجر تان بيقى وكو إسا شاهد دقيق وكو مؤذن نبي حاليبي هز مهمة تكرارك إيجي مهمة إيجي والحديث أفرمي روج قيامة مؤذن كان أطول الناس برسترين مردم برسترين مليانز لروج قيامة برسترين مليانز قوما يعني شيء لتفسير كان عشانتين تفسير يعني بكرة تو مثلا يكي لو تفسيرانا أوصل للروج كاك نسأل الله العافية وحسن الختام مردم بنا عرقك أو شو نيكي بسيان بر الحسيب وكتب عرقك أو جيري بيانا ويتقلو أشقن مؤذن قردني بارزة ناشقي إيه كان أو معنى أنا بكرت والله تعالى عالم. أما جماعة النساء أما جماعة جن كانشي آية جماعة جن بخويا هيك بانق بدنيا برحال لبيني خويا أنا بانق بجن أفرمي فلا يندب لهن الأذان بو جن كان مندوبني أذان لأنه في رفع صوتهن يخشى الفتنة يعني لبيني خوشي أنا حتى لبيني خوشي أنا أذان كشدنك برسكيتو من دوبني بويان ويندب لهن الإقامة طبعا إقامة شيء كدنك برزنا كيتو سريع يوتري بويان مندوبة لأنها لاستنهاض الحاضرين وليس فيها رفع صوت كالأذاني جون كامو بو شيء بي لاستنهاض هلسان طلبي هلسان دني طلبي هلساني حاضر كان وليس فيها رفع صوت رفع صوتي تيانية كالأذان لباري بحثي بانجي جنان ابن هبيرة رحمة إخوالي بكتبك هز بناوي اختلاف الأئمة العلماء عالمك جورس وبحثي المذاهب أربعة بحثي اختلاف واتفاق يعني كأفرمي اتفقوا على أن النساء لا يشرع في حقهن الأذان ولا يسنوا أئمة أربعة اتفاق نزل يعني سكجنا كان مشروع نيبويان أذان بجني يعني مندوب يجني حتى بلام لبيني خويانا أقا حالتي قبو كدنقا كان للاي خويانا بو أتوان البانق بجن جائزة جائزة بو خويان لبيني خويانا حالتي كيان بو كخويان بي بيسن دنقا يعني نتشي تدر أتوان البانق بجن وقامة ولي مندوب يجني حتى بانقا بجن أي شيء أما لكتب اختلاف الأئمة العلماء جلد يقلا بريش تونو وتوزيع الأحكام شيخ عبد الله البسام جلد يقلا بريق وانصدونو نقلي لك ردو إمامي الشماريح افتما فرمي دخول الوقت يكتل شروطكاني بانك دخول الوقت
يعني قبل از وقت دروز نيه اما وتمان بو وقت ابو نويج ولا هيك كان يقول قبل از وقت ناوتريت علي بن اسد دخولي وقت يا كلا شرطه كان لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم اذا حضرت الصلاه فليؤذن لكم احدكم اذا حضرت الصلاه كاتك نجك هاتبر بس يعني وقتي جاي بس قبل از وقت دروز نيه رواه البخاري ومسلم ولا تحضر الصلاه الا بدخول وقتها نويجيج حاضرنا مقر وقتك يجيب تبرو ولأن الأذان للإعلام بدخول الوقت تونك أذان بوشيوي أهالي راب للإعلام بدخول الوقت وتم اختلافي لبين زنانا بوكي للصلاة لدخول الوقت فلا يصح قبله بالإجماع بإجماع زنان إسلام بانج صحيحني قبل وقتك إلا في الصبح إلا لبانجي صحا نبيكي دو بانج درياجة أبني بانجي أول لن يوشوه برولات واني بي خب فإنه يجوز في نصف الليل لما سيأتي من سنن الأذان لن يوشوه دروس تبانجي دو بانجي أول بوتري بسبب أوانيك لا إناتو برا أما طلبه ابن المنذر أفرمي رحمتي خوالي بي أجمع على أن من السنة أن يؤذن للصلاة بعد دخول وقتها إلا الصبح إجماع علماء لسرة كسنة في غمر إخوة أمسى عليه الصلاة والسلام السنة يعني الرباز وروج ليرا نك بيجي مثلا بمعنى مندوب الرباز وروج رسول أكرم أبو عليه الصلاة والسلام كبو هر نوجي بانك بدري دواي دخولي وقتك خب إلا نوجي سوحنا فإنه يؤذن لها قبل طلوع الفجر في قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور لأمس كان ما سباك نقل مانكر إتأواني جنتي حرأم بانك كفايتي أكا فلان زناني ترى فرمون شيء فرمون صحيح أما سبع عزيز الزنان فرمون صحيح أما سا منظور بحثي مذاهب كانك مما لسر مذهب أروين فرمون نخير صحيح وسا أم بانجي أول بو بيدار كردنو بو آقا كردني كسانا كشونو إجا كان برون سحري بخونو بزانن شخوره وقالنا بانجي أولا بانجي دومك بانجي دومك أو بو بانجنو إجا كتت أشي هر أو بوتري اللهم لم مثلا بما مشافعي وانا فرمن هر مشكلة كيني أم بانجي شدرتها ولي كين وجهك أكري بإجماع دواي فجر اللهم بيتها دواي فجر ناكري يعني اگر هو بانجي درا كفايتك أي شيء سنن الأذاني سنة كاني أذان ويسن للأذاني الأمور التالية سنة بو أذان أم أموراني خوار سنة الأول أن يتوجه المؤذن إلى القبلة مؤذن ركات قبلة لأنها أشرف الجهات وهو المنقول سلفا وخلفا بوشي شونك قبلة أشرف الجهات هميشه باشترين جهات كاما ربا قبلة شريفترين ونقل إجكرا ولا سلف ولا خلف هذا إجماع إشي لسن نقل كرياقة إمام ابن المنذر فرمي وعليه إجماع العلماء أجمع العلماء إجماع علماء لسلك السنة لكاتي بانغا روبا قبلة بيسي اگه نويسي اي شي حرام نيه مشكلة نيه بانگا كخلالي تيناكي ولي فضيلتي كالترك دوا امامه الثاني وان يكون طاهرا من الحدث الاصغر والاكبر يكتل السنة كاني بانگا مسا او انسان كبانگا دا طاهر بي حدثي اصغر واكبر نبي يعني دزنوي جيبت او لا ترك جنوبي جنبت فيكره الاذان للمحدثي اذان بو كسك دزنوي جيني مكروها وأذان الجنوب أشد كراهة أذان الجنوب أشد كراهتنا أمر كراهتي تنزيهية ما تحريمي يعني حرام يعني قلت هبرا قناعي فيها كراهتي تحريمي جاء أو مطلبك لبحثي شروط كان لبيرن شو آيات دروس بانج بنوارو بكاستو بمثلا كبرا زبط بغاتسل آيات دروس لما سبي إمامي الشافعي دا رحمتي خوالي بي بانج نيتي قرقنيه لما سبي إمامي الشافعي دا بانج نيتي قرق نية اللهم لما سبي إمامي أحمد بن حنبلة بانج نيتي قرق خب يكي لوجوهي كوا يعني يكي لجهات اعتبارية كمطلبك حكمي لسالة دريو بالرسيل يكري أما سا كسك الزبط بانج دا نيتي نية كسك الزبط بانج دا نيتي نية فزل سر ما سبي إمام أحمد بن حنبل أما دليلك تحريمي بانج كا باشي بموضوعي أو كابرا بزبط بانبا وكو شيخ ابن العسيمين بما استدلالك كحنبلي مسبيجة أما لسال مسبي مامي شافعي شي بانج عبادته عبادت لكافر صحيح نبو لغير مميز صحيح نبو لزبط شون صحيح لس دروزني لسال مسبي مامي شافعي
دروزني بانك چون عبادتك شيء انساني بجيبيري مكلفك يا كسك وا عبادتي لي صحيحه عبادتي لي صحيحه يعني لما سبي امام الشافعي ك او تري نيتي قرني يعني اقب بين نيتي بانك بين نيتي اويك من خليك بانغي عصر دم بانغ الفازي بانغ بيجي بين نيتي بانغي عصر هر دروست بانغ دريانك بس حالي بن زانين بانغ بزبط صوت وانا دروزني صحيح اوسا بانغ بزبط صوت وانا دروزني چی؟ دیتر بله. او چهار مذهب ولی ال مذهبی اهلی سنت تعالی. چی؟ دیت هر دو روز بانگی نداگه مزگو تکانی تر بانگی نداگه تر مگر ات حالی تماشا که حالاته که مثلاً ببی هید احد الناس نوی بانگ بده و نیاز به آم انتقا مثلاً آگادار بنو لنویش قبل بی مثلاً جنگ لو اینا حضوری بیچورک بی زبته بخاطر صرف فقط بو اجي ما لا يدرك كله لا يترك جله يا لا يترك كله يا الميسور لا يسقط بالمعسور برحال او بشينات واني خو جنكنات واني بانك بخور اكري كارب كا اعلام كا كمرد نيوجكي جيه انت امي شفر نادره هل امي زور زور نادره بس دروز ني متاسفانه يسله بعض المناطق خمان ابينين كبر زبت خاتسر بانكدا دروز ني شرعينه تازه جهتي كتريج جهتي اصلا فوتياني اوهم اجريك دان ريا قبل بانك يعني اصلا مردم اتل لو انيك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون او اجر عظيمك دان ريا كابرا بانك بيجي همو يا فوتيا روا بيكاري ابرايك في شريعه فلمت برو بانك باهم اجربوا بس كابرا اخات السركات زبتك دروزنيا اما دروزنيا شرعيني خب وأن يكون طاهرا ما نخون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل ما انشيه ك دليل ما انشيه ك بانغ داين ببيت طهارة مكروهة أم حديث كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر أو قال على طهارة نفرها رضي الله سلامي بغمري خواي كرد عليه الصلاة والسلام جوابي نداوة دسي هورد بديوارك كخلوخاك لقابو تيممك كرد غاي فنين لبرو جواب نداوة أولو چون دزنیوج منبو حزم کرد به طهارت و نوی خواهی تعالی برم پس بانگیش ذکری خواهی تعالی است الثالث ان یؤذی و ان یؤذن یؤذن قائما با ویسیانی با پیو بانگ بدا لقوله صلی الله علیه و سلم یا بلال قم فنادی للصلاتی ای بلال حلس بانگ بدا بو نویش اجماع اهل علمی لسرک اجماع اهل العلمی أكو ابن المنذر وغيره نقل يكن على أن من السنة أن يؤذن قائما السنة في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام إجماع إلى سركة قائمي بويسياني بانبا وعلى جواز الأذان جالسا للمعذور إجماعيش إلى سره كسك عزري بدانيش بانبا دا جائزة بلان أي عزري نبي دانيش بانبا يعني بدانيشتان بانبا ببي عزر واختلفوا في أذان غير المعذور جالسا كسي كوادان يشتو بلان معذور نية أما تشي فذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في المشهور المعتمد في مذاهبهم إلى صحته مع الكراهة واختاره النووي وابن حجر وابن قدامة الحنبلي أمام سب إمام أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل لمشهور مثلا يعني شوار مذهب لمشهور مذهب يانا لسر أمانك مشكلة كيني ولي كراهيتي يسون سنة كيتر كردوه أما ذهب ابن تيمية رحمه الله إلى عدم جوازه وعدم صحته لغير المعذور ابن تيمية لاختياراته كان يعفر ميشي صحيحني بانقكي وغير معذور صحيحني بس شوار مذهب لسر أول كيشي مشكلة كينية ومسهب إميش روصل الرابع أن يلتفت بعنقه لا بصدره يمينا في حي على الصلاة ويسارا في حي على الفلاح لا كاتو بعنقه لا بصدره يعني ملوسري بشرخيني نك سيني نك خوي لا بكاتو بملو بسري يمينا لحالتي حي على الصلاة دا برو لاي راس لحالتي حي على الفلاح دا برو لاي شب شوازة كيشي إمامي نووي والله أعلم بحثي كافرين سير شواز يعني والله أعلم بذكره يكي كان واسا كلن الوقت يقريكي حي على الصلاة بيجي برو لاي راس بيجيتي كلن لا بكا لاي راس بيجي حي على الصلاة حي على الصلاة أوا انجا شوازه کی بو چپی شروع شوازه کی تری چون بو افرمه اواسه اصلا دس فيها كا حي على لو روبرو دس فيها كا ايوا بر لا راس و اي تيرتو بو اوا
تقريبا دوسي شو از يعني ان بذكر جاء نك دليل كي شيء دليل كي حديثك الاخوار استوزح كي لسر ادمي روى البخاري ان ابا جحيفه رضي الله عنه قال ابا جحيفه رضي الله عنه بي روايتي كذكر رايت بلالا يؤذن بنيم بلال اذاني ادا لحالتك كاذاني ادا فجعلت اتتبع فاه هنا وهنا بالاذان يمينا وشمالا حي على الصلاه حي على الفلاح من يجمل التبشي مكر جعل الافعالي شي شروع من يجمل بكر تماشي شي مكر دمي بلال مكر شوني دمي بلال مكر كي برو يمينا وشمالا اي شرخاندو حي على الصلاه وحي على الفلاح يود جاء ما بعض افرمون بعض اجن أهل علمين إجنا ما لبروا دنج لبروا أبو الدنج كبجيني أوايا كرتوا أم تعليله أم تفسيره أم إنا غلطة لبرشي أجا لبر ما أبو أشياء أبو قشتي بانجا كوايا بكرداي نك فقد لحي على الصلاة وحي على الفلاح ده أشياء مثلاً أبو الله أكبر يجبروا لا يشبي وتعي وبروا لا يراز بي وتعي بعد دنج كبروا وليوخت تعيبتنا هتوتو سر أويك حي على الصلاة وحي على الفلاح وايا كرتوا يعني سنة أم كارب كيبو دو إنا سنة أو كارب كيبو حي على الصلاة وحي على الفلاح بس او تعليلك ذكرك لي صحيحني بس ابي خدي حديثك شو كان قرار بوي بو دنگ گياندن بوي بو او يتريجك بس امروج حتى كب ميكروفون او كاراكا حر او بك سنته ميكروفون كله دس يابي حي على الصلاه حي على الفلاح اي بو قامتج اوهس اني بو قامتج حي على الصلاه وحي على الفلاح وارد بو اوكي لحديثه وارد نبوه الله امامي نووي رحمتي خوالي بال الأسكار أفرمي استحسنه الأوزاعي رحمه الله تعالى إمام أوزاعي باستحسان وتيتي أميشا باشا ودوائي لما ذهب قياسيا كردون لسري فرميان نتي أميشا سنته لكاتي قامتي شهر سنته جن بقياس السربانك آيبوك خب الخامس أن يرتل كلمات الأذان وهو التأني فيه يرتل يعني تي ريكوبيك أدايانك وبتأني كامل أدايانك أنا سريع قامت شي سريعا الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله ها والبنك شيء يرتل يعني بجي جاي خوي أدا حق يعني أداك كلماته كان وهو التأني فيه لأن الأذان إعلام للغائبين فكان الترتيل فيه أبلغ في الإعلام شونك أذان إعلام غائب كان نتيجة ترتيل كامل أذاكر دني وبتأني وآرام أذاكر دني شيء أما أبلغ في الإعلام خاصة إعلامك أجينيت السادس الترجيع الترجيع بالأذان ترجع وثمان شيبو أو بالأذان أبي محذورة ترجع تكراري أو شوار شهادتين وهو أن يأتي المؤذن بالشهادتين سرا قبل أن يأتي بهما جهرا أو سك الشهادتين كان شوار كرت دودان لا إله أشهد أن لا إله إلا الله دودان أشهد أن محمد صلى الله عليه وسلم إجيت أو السرية إجيت إن جاء جهرا أجمع أهل العلم على صحة الأذان بالترجيع وبدونه إجمع أهل العلم لسرى صحة أذان هم بترجيع هم بدون ترجيع وكو ابن تيمية رحمة إخوائي لبي لمجمع الفتاوى جلد بيستدولا بريس يسد الشستواجد فرمي وكذلك الأذان سواء رجع فيه يا رجع فيه أو لم يرجع فإنه أذان صحيح عند جميع سلف الأمة وعامة خلفها للأقشت علماء ده صحيح أذان وهو أن يأتي المؤذن بالشهادتين سرا قبل أن يأتي بهما جهرا لثبوت ذلك في حديث أبي محذورة رضي الله عنه الذي رواه مسلم فيه ثم يعود فيقول أشهد أن لا إله إلا الله دوارة تيتعيسى أشهد أن لا إله إلا الله كلا أولا إجيته دو نكتيتر كالكتبكا بحسين كردوا أوانشة سنة إمامي ابن قدامي مقدسي رحمة إخوائي ليبي لكتيب الشرح الكبير شرح مقنع لكتيب كان حنابلة فرمي لا نعلم خلافا في استحباب أن يكون الأذان على علو لأنه أبلغ في الإعلام هج اختلاف لبين زانانا شكناوين كمستحب أذان لسر برزاية كابت قديم إيشكو بلنغوكا ونسري برزاي هر وسط حالي بوشي أبلغ في الإعلام تمشاكن أيها المشايخ مثلا حرب غمر إخوة عليه الصلاة جاءنا كتيكم لبيرو تشو أو حديثيك بحثي أويفر من قم يا بلال يا بلال قم فنادي للصلاة بعض اللزانان كوتي أنا بدانيشتن ببيع عذر دروزنية بم حديث استنادك أنك استنادك قوينية إما تقرأك معنا ولا سأل يجيب عليك مسائل كان تفصيلك كان وتم مسائلك ومسائلانك اللي بيني خلقه
بحث يعني لسر واختلاف في دروس كده مجبورين بحث يعني تفصيلي لسر كده وقلنا لسر أما سأل عن شيء بيجت وعين تفصيلي بحث كده وليك لازم نعرف مثلا أم حديثة دليل أوي تاني كقيام شرطي بانج بيت كأجل كابرا معذور نبو دانيشت بوشي شو اللي رافع قم فنادي للصلاة وني فرموا أجب بيفرموا يا قم أي فرموا بيفرموا يا بلال نادي للصلاة قياما يا قائما قائما بانج بيجا بحالتي قائمه أما ترتيبه أو كاتمانو ده ماشية شرطه يعني أمن أم احتمالي واتيك الشرط بيه ولي كافر قم فنادي في الصلاة مثل هلسا أو كاركو خشتني هلسا أنك إن بيت بس أما لم جهته فلان هو لكتيب منار السبيل نقلي لكدو صاحبي منار السبيل كتيب حنابلة كان ابن زويان للا فريقا جوهشتما نقل كان المقدسي ابن قدامة فرمي لا نعلم خلافا في استحباب أن يكون الأذان على علو لأنه أبلغ في الإعلام همشني يكتل علماء حنابلة إمام مرداوي رحمتي خالي بالكتيب الإنصاف أفرمي نكتا مسا الآن نفر بانق دا تاني وقت يكايك كتل نوايا إدامي دا أم بانق دروس يانا أم بانق صحيح نيا مثلا كابراي دنجي أجري أجري تبرو إدامي بدروس دا إمام مرداوي لكتيب الإنصاف أفرمي لو أذن واحد بعض الأذاني وكمله الآخر لم يصح بلا خلاف أعلمه لمنار السبيل لفري فنجوشش نقلي لي كدو اجن نفره بانج بيجيت دوائي تكميلي نكاو ان بيكي كتر بي تكميلي كا صحيح نية ببي خلافه من ديش كيك بزانم يعني اجماعي لسر نقلكا كي وتمانما اجماعي استقرائية من شكمني عالمي ويجي وتبيتي درسته اما لا انا السابع التثويب يكي كتر لسنة كاني بانج شي التثويب تثويب يعني شي التثويب في اذان الصبحي تسويب لأذاني صحة تسويب يعني شيء تسويب للغتها يعني هو الرجوع في القول مرة بعد مرة تسويب يعني شيء رجوع في القول مرة بعد مرة يعني تكراري كيتو تسويب يعني شيء تكراري كيتو أصلي أما أواب ويجي كابرا يكتتو حواري هلساقة أصلي لكوي قرتو يعني يجي كابرا لحالة تكاتيك بانجي أكاتو دنجي هلساقة لباسك ايش كان نشانه دعوه نشانك للثوب ثوبك ايش كان نشانه ده نتيجه بمنع الدنجه وتريا تثويب نتيجه بمك التكرار كي تخصص التكرار كي وتريا التثويب نتيجه فتثويب الاذاني تثويب اذان شيء قولوا الصلاه خير من النوم همشنين باقامه يجن تثويب باقامه يجن تثويب وتي چون تكراري دوباره شيء بانجه ايتين فاز اقل احاديث ابيني تن تثويب اشي بزان المنظور شيء زان منظور تسويبي بانجي صوحة كالصلاة خير من النوم يا جاري والمنظور إقامس تسويبي كتير هز مثلا لدوري خلفاي أموية دان را بدعته بو كأوات بدعت بو چون بو دواي بانجكا تايبة ايشراند لأمير المؤمنين او مثلا ابن عمر رضاي خواه لبي حديثك دقتي لزركا چوا مزقوتيني وروبو تسويبي عن كل وتي بدعته چوا در شد دقتك باني ام تسويبي منظور چيه حليبي زاني أم تسويب من ذلك شيء بس الفاظ كان شيء وخوي درك أي التسويب في أذان الصبح بس التسويب هو العود إلى الإعلام ثانيا دوباره إعلامي بكيتو والمراد الصلاة خير من النوم شن فإنه تحريز على الإقبال على الصلاة ثانيا يسبب شيء بقى الصلاة خير من النوم تراوى التسويب شن تو دعفي أول وتوشي حي على الصلاة أما تحريز لسر إقبال بوشي بنوش يسد دوباره تكراري كيتو يجي الصلاة خير من النوم أنا تكرار وكردو يعني دوباره تحريزي كابرات كرد وهو أن يقول بعد حي على الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين دو كرد بيجي الصلاة خير من النوم لورود ذلك في حديث أبي داود لكتيب الفقه الإسلامي وأدلته جلد يقلع براح حفصد يكتاح حفصد دو أفرمي أجمعوا على التثويب في أذان الفجر إجمع علماء لسرك التثويب لأذان فجر هس يعني اختلافي لسرني الثامن مطلب حشتون كالسنة أن يكون المؤذن صيتا حسن الصوت مؤذن كشون بي صيت يعني دنجي بروا دنجي كم نبي دنجي بچوق نبي دنجي كي قوي بيت بتايبت قديم كبلونغو نبوه إنساني دنج قوي وهمشني حسن الصوت يجبي دنجي باش بي ليرق قلب السامع بو شي بو قلبي السامع شي بي ليرق يعني دوشاري رق ونرمي بيت قلبي أسر بقري ويا حتى أكري إنسان بدنجي خوش بانجوا
يقين تان بي بانك هي لسمح لأولاترا كابرا أكيشي بومزقوت أوانا خوشة أوانا خوش ومهمة بانكي سي مردم رات أنا دوري أنا خاتو نعوذ بالله قسيجن وي أصلا أو متأسفان أمرو بنابر الله نسأل الله العافية وحسن ختام خوي تعالى رحمي خير من فيك أمتي إسلامي لم بلا مصيبة الدربير أو أمرو إما هيتش مان نماغي هيتش مان نماغي كهركس يروا بشتي بلونغو بانغا دا أجينا هر مزقوت يشي مؤذيني بي هر وكو چون رسول أكرم عليه الصلاة والسلام مؤذيني بوا خو صحابة أو همو صحابة وللي بين همو يانا فرميتي أزان بلال ابن أم مكتوم أبي محزورة أمثالي أمانة حالي بولي أمرو كزني بانغ با مزقوتا كان المردم ويلي كردون برخلافي مناطقك مثلا وكو على خليج مناطق خليج إن يانس مؤذني تايبت يانس أيا دروس مؤذني بولي بجيري بو مزقوت أيا دروس مؤذن على مناطق خليج من مثلا لو مناطق أنا مناطق شرقي كشور درس ما أخوند قيمة مولوية يود من مزقوتي كي نام أبو زبي ودود كي بانگویشم سالانه منگانه اوندم پیاده ایام دروسه یعنی اختلافی لبین اهل علم اسلام نیه که جائزه مؤذن رزق و روزی لبیت المال بگری چون منظور چیه یعنی برحال بیت المال شتیک بدابم انسانه زندگی برواته برو نک بعنوانی اجری ازانی نبع عنوانی اجری ازانی مشكلة يعني وكل شون بيت المال به مكاس فقير وفقراش ده ده خوب وأجب بيت طلبه ببيت دعوة شتى كان بيدا قيناك خويا عن بيب دن نك أمد الشرط بني الأولى حلبي مثلا لبابي صدقة بإحسان بي أما مشكلة كني بيجري أما اختلاف علماء إلى سر آية كسك ب عقدي كبوسي بيجي مثلا بانك بدا بويما او اندو بي ادين مانغانيا او بيجي او اندو بيبن من بانك تام في ادم بانكو اقامه اما تشيه اما لما سبي امام مالك ولقولك امام احمد ولما شهوري مسبي امام شافعي للشافعيه دا يجن جائزه مشكله كينيه ولان كراهيه ياس يجن مشكله كينيه ببوليج بانك بدا قولك يتري لسرى وجهك للاي حنابلة واختيار ابن تيمية أفرمي أجا حاجتي بو فقير بو جائزة حاجتي بو فقير بو جائزة قولك ترى زين أصلا جائزني بفول بقري قولك يا يعني أو شرط دا ابن بيجي وقول إمام أبو حنيفة وقول إمام أحمد للروايتك ومشهور مذهب إمام أحمد وقول ابن حزم بعض إلى الشافعية واختيار ابن المنذري بلان باتفاق جميع زنان أمت مستحب مؤذن لبر خاطري خواه بانك بداو هيتش نقري وكل كتاب الفقه الإسلامي وأدلته جلد يقلع بريح عفصد وحفتات وأفرمي يستحب أن يؤذن المؤذن محتسبا ولا يأخذ على الأذان ولا والإقامة أجرا باتفاق العلماء مستحب مؤذن باحتساب بانك بداو چون اجرکی قیامتی باب و تاوی دنیا پس دلیلی چیان چی حدیثه که پیغمبر خواه علیه السلام فرمی با یکی صحابه کانی مؤذنه بگره مؤذنه که اجر نگری لبران بی پول مزد نگری لبران او یعنی کرده دلیل اتلا سر اوس او اختلافاتانه دروز بوه بلام سؤال اختلاف امتی رحمه یعنی الاختلاف في الفروع رحمه ایسا فرس که مثال ذکر کنی من فرض کشوینه که اصلا مؤذن نیه و بانگ نداری بانگ که ترک کریاگه لیرا ما لا يتم الواجب الا بی فهو واجب ما لا يتم المستحب الا بی فهو مستحب نتیجه تن لیرا لازم به کبرای مؤذنی که بو بگری تو رکو پیگ بی بلانتی شروطی مؤذنی اشه ببی نرو انسانی که دشتکی و نحالی و یا لاتک یا اینک انسان صالح بی وقت بناسی چون مؤذن امینه امینی امته بو چی؟ او بانگ دا مردم روزوش کینه بانگ دا مردم نانی لسر حرامه وی پس اوش مراعات بکری تشماره چند گین هشت او تی کیسه بخوینین ان یکون المؤذن صیتا حسن الصوت لیرق قلب السامع ويميل يا يميل الى الاجابه يميل ابيت لا مكات وتسري ووقعت يميل الى الاجابه قلبي لار بيتو بروچی قلبي
بكشري برو إجابة. ولقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد بسبب حديث كيك نقلم كربوتان في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام بعبد الله بن زيد فرموي الذي رأى الأذان في النوم كل خوا خوا كيبيني فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك. هل لقل بلال أول خوا بيني وتألقيك أبو بلال بلال بانجكبات شنك أو أندى صوتا منك. أندى صوتا يعني تي قال في المصباح مصباح المنير كتير حديثة كتير لغته أندى صوتا منه كناية عن قوته وحسنه. كناية التي لقوتي دنجي هم دنجي قوي ترى فلترى الرواهم صوتي تي باشترى أو يقدانا شبخويني نسب حسمان كرد. التاسع أن يكون المؤذن معروفا بين الناس بالخلق والعدالة. مؤذن لبين مردما معروف ببتي بأخلاق وبعدالات لأن ذلك أدعى لقبول خبره عن الأوقات. أما خبر أدعى كبرى أما أدعى يعني بيشتر مردم هان أدابر ولا أويتي بيشتر أنجي زي مردمين كا لسره وكقبول خبره كيف كان كبال يا والله وقتي بانك هاتك. لأن خبر الفاسق لا يقبل خبري فاسق قبول نية. الآن شكري خوا أم تمارانا دان ريا قديم كأمن أبو خو إنا ولي الآن بأم ساعات ومشتان تعين كريا قاتر معمولة أما كم تر رؤدا ولي خو بازم أماهر ضرورتي يزبو وقتي بانك كان إلى آخر ما بقيك إن شاء الله باب من أبو جلسة بعدي بحثي مسائلي اختلافي أمينيت بحثي أكين جلسي بعدها إن شاء الله بتوفيق إخوة تعالى. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب